مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج المشهد. نحيي فيها اليوم ذكرى يوم الاسير الفلسطيني. هناك اليوم حاله عامه من الاضراب لدى الاسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيليه احتفالا بيوم الاسير الفلسطيني، وللفت انظار العالم الى الاوضاع السيئه التي يعيشون فيها في سجون الاحتلال منذ سنوات طويله، وبعضهم يقضون سنوات سجن مشدده دون اي عقوبه. يعني التقارير تقول انه حتى عام 2016 كان من بين المعتقلين اكثر من 15,000 سيده فلسطينيه وعشرات الالاف من الاطفال. التقرير السنوي تحدث ايضا عن ان عدد الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه بلغ هذا العام نحو 7,000 اسير، من بينهم 70 اسيره واكثر من 400 طفل. نتحدث عن ما يعني الاسرى الفلسطينيين في السجون بمناسبة يوم الأسير. معنا على الهواء مباشرة الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بحضرتك دكتور. سمحينا في البداية أن نخرج إلى هذا التقرير الذي أعددناه حول موضوع حلقة اليوم ونعود نبدأ. ورصاصة، هكذا واجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يحييه الفلسطينيون داخل وخارج فلسطين بالمسيرات والأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولفت أنظار العالم للمآسي والمعاناة التي يتعرضون لها داخل تلك السجون. وبالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني بدأ آلاف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا مفتوحا عن الطعام أو ما يعرف بمعركة الأمعاء الخاوية، وذلك احتجاجا على سياسة الإهمال الطبية والانتهاكات والاعتقال الإداري والمحاكم الجائرة ومنع الزيارات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين. تقرير مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير والجهاز المركزي للإحصاء أكد أن 6,500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 57 امرأة و300 طفل. وأوضحت المؤسسات الثلاث في تقريرها عشية يوم الأسير أنه تم تسجيل 100,000 حالة اعتقال منذ 28 من سبتمبر عام 2000، من بينهم نحو 15,000 طفلة، كما سجلت نحو 1,000,000 حالة اعتقال على مدار سنوات الاحتلال الإسرائيلي. كما وثق التقرير الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نفذت بحق الأسرى من الأطفال الفلسطينيين، ومن أبرزها الاعتقال ليلا والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم وإطلاق النار عليهم قبل اعتقالهم، فضلا عن عمليات التعذيب النفسي والجسدي وانتزاع الاعترافات منهم. أهلا بكم من جديد دكتور أيمن. نبدأ بسبب اختيار هذا اليوم ليكون يوم الأسير الفلسطيني، بالتأكيد هو مرتبط بحدث ما. طبعا بداية نهنى الشعب المصري في هذا اليوم الذي يحتفل به كالعادة يوم شم النسيم، ونتمنى من أسرى الأبطال أن يحققوا انتصارهم وأن يخوضون معركة الكرامة التي بالنسبة لهم ليست هدف، هو الإضراب هو وسيلة، وهي وسيلتهم الأخيرة لتحقيق هدفهم. تحدثنا عن اليوم يوم الأسير الفلسطيني، وأنا أتحدث لك وأنا أسير وصرت لأكثر من مرة لفترة تتجاوز السبع سنوات، وبالتالي قد عشت جزء كبير من التجربة التي قد نتحدث عنها، وأنا عشت هذا الألم وأشعر بألمهم الآن. يوم الأسير الفلسطيني اعتمدته يوم اللي يحتفل به العالم ويتضامن العالم مع الأسير الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية في عام 74، وأصبح يوم 14 نيسان هو يوم للتعبير عن غضبنا لاستمرار وجود أسرى فلسطينيين. الأسير الفلسطيني عندما يلجأ لهذا الأسلوب ويلجأ له لأنه يكون قد فقد كل الأدوات التي يستخدمها، هو يقدم جسده عنوان في هذه المرحلة. أختي العزيزة، أكثر من 210 شهيدا من الحركة الأسيرة استشهدوا خلال مراحل طويلة من نضال، من ضمنها فترة الإضرابات، وقد كان أوجها وأصعبها سنة نتحدث عن 68 عندما كانت بداية الحركة الأسيرة في تخوض هذا الإضرابات، ثم تلا ذلك
75 لسقوط شهداء في سجن عسقلان عبد القادر بن فحيم وراسم حلاوة وعلي الجعفر، وبالتالي كانت الحركة الأسيرة تقدم أجسادها وهي تعبر وتدافع عن كرامتها. البعض يعتقد أن الحركة الأسيرة عندما تقول ذلك أو الأسرى يأخذون ذلك من التحرير، وهو غير صحيح، دقيقون يأخذون ذلك ليحسنوا يعني وضعهم المعيشي. صحيح أن حراك الأسرى يحرك الحالة الوطنية، يعني هذه المرة الحراك كما شرطي هو التوقيت مهم جدا والتحضير لهم مهم جدا، وفي نفس الوقت في الحالة السياسية الفلسطينية التي تعاني من كثير من التمزق، تعاني كثير من الانقسام، أيضا تعاني حتى في الإضراب هناك حالة من الانقسام. أنت حدثنا عن التفاصيل، نعلم أنه الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية هو دعا لإضراب عام، وهناك حالة من التجاوب، يعني الأخبار تطلعنا أنه هناك عدد كبير من الأسرى يتوافقون مع هذا الإضراب. نسبة التوافق ما هي، ولماذا تقول أنه حتى في هذه النقطة هناك أيضا لا، هو التدقيق هو مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فلح، هو معتقل في سجون الاحتلال، وهناك 12 نائب من نواب المجلس التشريعي معتقلين في السجون. كما تعلمون اليوم في عهد التكنولوجيا، صحيح ان الاسرى تمكنوا من تهريب بعض الاجهزة الاتصال، وكان عملية التنسيق على اعلى مستوى، بالسابق كان عملية التنسيق للاعداد لاضراب يعم كل المنتقلات السجونية في وقت واحد وفي لحظة واحدة، كان أمر ليس بالهين، صعب جدا. نعد له نحن الأسرى في فترة تمتد من 6 أشهر لعام حتى نصل إلى يعني لا تصل الأخبار بسهولة إلى الأسير، حتى يمكن أن يعني يتضامن مع بقية الأسرى وأن يكون هناك يوم في عمليات الإضراب. هذا بالسابق يعني تحدث في السبعينات والثمانينات حتى في التسعينات في يعني في عدم تطور التكنولوجيا لهذا المستوى. اليوم كنا نحاول أن عندما يتحرك سجين من معتقل لمعتقل حضور جلسة محكمة والأخير نرسل معه رسائل مشفرة لسجن آخر حتى نرتب، يعني الأمر كان يستمر من 6 أشهر لسنة حتى نرتب للحظة الانطلاق. اليوم في عهد التكنولوجيا والإعلام المفتوح نستطيع طبعا عبر المحامي أن نوصل الرسائل عبر التكنولوجيا، وأنا أقول لك وقف عليك أن مصر تمكن من تهريب بعض أجهزة الاتصال، ضبط جزء منها في مراحل القمع التي تمارس الاحتلال ضد المعتقلات، وطبعا من يحضر لنا هو شرطة إسرائيلية، يعني نستطيع أن نرشيها وتحضر لنا الأجهزة الاتصال. بالتالي كان عملية التنسيق هذه المرة كانت على المستوى، أعلنت حركة فتح أنها ستأخذ هذا الإضراب، وطلبت من كل الفصائل أن تشارك معها حتى يكون بدلا من أن نبدأ ب 1500 أسير ومؤسسة حركة فتح، يكون الإضراب يشمل 5000 أو 6000 أو 7000. طبعا أسرى باقي الفصائل أكبرهم أكبر يعني نسبة من العدد المتبقي بعد أسرى فتحهم من حركة حماس. بالتأكيد عددهم تقريبا يعني في مقارب 3500 أسير، وبالتالي أضف إلى الجبهة الشعبية والفصائل الأخرى، فبالتالي فتح تخوض الإضراب في البداية لوحدها. اليوم أعلن الجبهة الإسلامية للانضمام، أعلنت الجبهة الشعبية للانضمام، عددهم قليل جدا طبعا 70 و80 و90. العدد الأكبر كان عند حماس، كنا نتمنى أن يشارك معنا، وبالتالي أن يكون أقل تقدير إضراب الأسرى هو إضراب لتوحيد كل الجهود، وخاصة وطني في المقام الأول ليس حزبي. عندما يخوض هو مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وقائد له دور وحضور من الشارع الفلسطيني، هناك أحمد سعدات الأمين عام للجبهة الشعبية أيضا موجود بالمعتقل، هناك أبطال كثر من الموجودين، يعني يعني صعب أن ننسى أحد منهم أو ما تكونهم كلهم، لأنه الأمر حتى لا يعني الطفل الصغير الموجود داخل المعتقل هو بطل بحد ذاته. وقرروا أن يخوضوا هذه المعركة في توقيت محدد واختيار يوم، يعني هناك فترة إعداد أكثر من شهرين. طيب هل شاركت فعليا حركة حماس بأسرى؟ لا حماس لم تشارك، هو حماس على فكرة بتجربتنا في الحركة الأسيرة، وأنا أذكر تجربة مثلا أنا كنت في المعتقل في إضراب 92، عندما طلب من حماس أن تشارك معنا في إضراب 92 وكانت فتح أغلبية ساحقة في المعتقلات في ذلك الحين، اعتبروا أن الإضراب حتى في حينه إضراب خطر، هو يستطيع أن يمارسه صياما مع صلاة الفجر حتى أذان المغرب، ولا يمارس طقوس الإضراب الذي بالنسبة لنا وعدم الأكل طوال فترة تمتد، قد تبدأ من يوم قد تمتد لأطول فترة تم فيها الإضراب 46 يوم وقد يستمر ذلك. يعني بالنسبة للصيام يعني مثل صيام رمضان. صيام رمضان بالضبط، يقضيها أيام صيام. هذا الأمر كان مرفوض في لأن الحركة الأسيرة لم تحقق انتصاراتها من أن يكون هناك يعني رؤية واضحة وبهذا الاتجاه. وهذا الأمر أنا أعتقد أنه يعني نتمنى أن يغيروا ذلك، وأن خاصة أنه يعني جزء من الآن بعد تجربتهم 29 عاما بدوا يدركوا
في الحكم وفي وصولهم او انطلاق حركة حماس، ادركوا ان اهمية ان يكون الكل الفلسطيني في بوتقة واحدة، وان نتعلم من العدالة. يعني لا بد ان نخرج كثيرا من دولة الاحتلال في جنة التي يختلفون ويتفقون على مصلحة واحدة هي حماية دولة الاحتلال وما تسمى اسرائيل. يجب ان نصل لذلك. انا اعتقد ان هناك شبه نضوج لدى حركة حماس، نتمنى ان يلحقوا في اليوم الثاني والثالث ويلتحظوا في ركب هذا الوضع. بس حضرتك كده بتعطينا مؤشر ايجابي، حضرتك تقول انه في بدايه حركه نضج. هذا هو واقع بعض الحركات يعني التي تمر بتجربه صعبه ينشق عنها البعض ويبداون بربما اعطاء النصح لشباب الحركه. هذا يحدث الان في حماس؟ اعتقد انه بعض الاشارات توحي بذلك حتى هذا اللحظه، لا اريد ان اصرح في معلومات لدينا، ولكن واضح ان هناك بعض الاشارات توحي بذلك بان حماس قد تتغير في الفتره القادمه. لا اريد ان اتحدث عن بيانها الذي اخرجته برنامج سياسي ستعلن خلال ايام، رغم تحفظ على اجزاء كثيره منه، ولكن كبدايه هي تعيد تقييم نفسها، ونتمنى ان يعني تشلح او تخلع عمامة الاخوان المسلمين وان تلبس عمامة الشعب الفلسطيني، لاننا نحتاج الى ان نكون مع بعض يد واحدة لمواجهة هذا الاحتلال، مواجهة المشروع الذي يعني سيطرح خلال الايام القادمة لتصفية القضية الفلسطينية. يجب ان نكون سويا لمواجهة ذلك، لكن غير ذلك انا اعتقد جميعنا سندفع. الان كما اشرنا الحركة الوطنية المسيرة تخوض تجربة، نتمنى ان حماس تلحق في هذا الركب اسرع حماس، وان يستمر يعلن عن توسع هذا الاضراب ليشمل 4-5 اضراب في اسيا. في قضيه مهمه جدا، يعني نحن عندما نعلن عن الاضراب يراعى في ذلك الاطفال الذين لا يستطيعون خوض الاضراب لفتره طويله، يراعى النساء التي لا تستطيع ان تخوض فتره طويله، والشيوخ الذين لا يستطيعون ان يخوضوا فتره والمرضى، وبالتالي يستثنى ذلك ان اكثر من 150 حاله مرضيه مستعصيه في داخل السجون، وبالتالي هو لا يستثنى من التجربه الاضراب الذي بدا اليوم مرتبط بسقف زمني ام هو اضراب مفتوح؟ اضراب مفتوح، وهذا هو الخطور في الامر، يعني الاضراب المفتوح هو الخطوره في الامر. كما شرحت لك انا خط اضراب مفتوح يعني مده 11 يوم كان قد انجزت ما الاهداف، هناك قائمه من المطالب، وحتى يعني لا يذهب تفكير المشاهدين المطالب كبيره جدا، اولى هذه المطالب بعض انجازات او بعض اشياء كانت قد حققها الاسير خلال تجربته، من ضمنها زيارتين بالشهر زياره الاهل، من ضمنها ان يكون احدى الزيارات كل 3 شهور مباشره مع الاهل بدون حواجز سلكيه، الامر الثالث ان يسمح لك بالتقاط صور مع اهلك وهذا امر مش سهل، الامر الرابع تليفون عمومي للاتصال بالاطمئنان على الاهل مره في الاسبوع. يعني مطالب من هذا الطالب الفني يعني بحد ذاته لم تعد يعني في اصعب السجون في شيكاغو موجوده ده. صحيح، هو احنا سناتي طبعا للاوضاع الحقيقيه التي يعيشها الاسرى الفلسطينيين، لكن برضه نشرح موضوع الاضراب، يعني كيف، هل هو الامتناع الكامل عن الطعام او الشراب، ام يعني تتناول ما يبقيك على قيد الحياه؟ يعني اشرح لنا موضوع الاضراب. يعني مرت هذه التجربه في عده مراحل، المرحله الاولى كانت في بدايه الستينات والسبعينات، انه الاسير كان طبعا يقوم بعدم استلام وجبات الطعام وفقط يشرب الماء مع الملح، ولا يرفض حتى الطعام القصر اللي هو بادخال خراطيم من خلال الانف، ادخال البيض واللبن الى المعده، طبعا كان مرفوض. طبعا تضطر سلطات الاحتلال اللجوء الى هذه الوسيله في بعض الاحيان؟ بالضبط، حتى طبعا هذا كان الامر مرفوض ونطعن به عبر الموضوع. كانت بتلجا لسلطات الاحتلال بعد كم يوم من يعني في اليوم الخامس والسادس تتدخل في هذا الامر، كما تعلمين لمن خاضت ذلك التجربه انها خطه في اليوم الاول انت تستطيع ان تقوم بكامل قواتك، انك فقط تشرب الماء وقطرات او قطع صغيره من الملح، في اليوم الثاني تبدا قواك تنهار جزئيا، في اليوم الثالث انت لا تستطيع ان تتحرك. اليوم الثالث يعني حركتك لم يبدا الالم في مفاصل جسمك كلها، خلاص انت تنقص ماده المواد الغذائيه في الجسم، حركتك تكون محدوده جدا جدا، فقط ايضا تشرب من الملح. في اليوم الرابع تبدا جزء منه الوصول الى المستشفيات، جزء لا يتحمل، جزء في اليوم الخامس تبدا سلطات الاحتلال بناء على قرار اصدرته عام 2014 بالاطعام القسري للاسرى نتيجه طبعا الخوف على حياتهم، مش خوف على حياتهم لمصلحتهم، بس فكره انه بعد قد يفارق الحياه او عدد كبير يكون هذا طبعا ازعاج الاحتلال وضغط على الاحتلال، لانه ستصبح القضيه دوليه اكثر، ستحرك الشارع الفلسطيني، بالعاده الاسرى كانوا يحركون الشارع الفلسطيني.
في كما اشرت لك في اليوم الخامس يبدا عمليه الاطعام القسري بناء على قانون اصدره الاحتلال. والان هم انشاوا يعني منذ اول امس انشاوا مستشفيات ميدانيه في داخل بعض السجون الاحتلال لنقل الاسرى حتى لا ينقلهم خارج المعتقلات الى سجون خارج او داخل حدود دوله الاحتلال. فالان انشاوا سجون مستشفيات ميدانيه داخل يتم نقل المضربين عن الطعام اليها بالضبط. في هذا الفتره تبدا يعني الحراك نسميه العمل الدبلوماسي للاسرى بحراك بين اداره المعتقل وقياده الاسرى والحوار المباشر حول تحقيق جزء من هذه المطالب. بالعاده نحن نرفع سقف مطالبنا لنحقق الحصول على الادنى. نذهب الى دكتور مصطفى البرغوثي امين عام المبادره الوطنيه الفلسطينيه التي ينضم الينا عبر الهاتف من رام الله. دكتور مصطفى يعني هذه ليست المره الاولى التي يدخل فيها الاسرى الفلسطينيون معركه البطون الخاويه، ما هي المكاسب التي تحققت حتى الان ولو حتى في اضيق الحدود؟ الو نعم دكتور مصطفى هل تسمعني الان؟ لما اسمع الجزء الثاني من سؤالك يعني تفضلي. طيب كنت اسال عن المكاسب التي استطاع الاسرى الفلسطينيون والمعتقلون ان يحققوها مع خوضهم معارك البطون الخاوية، يعني هذه ربما جولة ليست الاولى من نوعها التي يدخل فيها الاسرى والمعتقلون، فما الذي تحقق لهم من حقوقهم بعد هذه الجولات من الاضراب؟ تحققت كثير من الامور يعني بما في ذلك تغيير كل الاساليب التي يتبعها الاحتلال في التحقيقات. تحققت لهم مطالب كثيره لم يكونوا يحصلوا عليها، ولكن الان في السنوات الاخيره بدا الاحتلال يطيح بهذه المكاسب الواحده تلو الاخرى. وفي السنتين الاخيرتين جرت تطورات خطيره جدا بما في ذلك تخفيض عدد الزيارات للاسرى الى النصف، بما في ذلك اقرار قوانين خطيره عنصريه في الكنيسة الاسرائيلي من طراز فرض التغذية القسرية ضد السجناء أو من طراز أحكام عالية جدا ضد الأطفال وأصبح هناك استعمال واسع لنظام الاعتقال الإداري الذي بموجبه يعتقل الفلسطيني ممكن لأشهر ولسنوات دون حتى أن توجه له تهمة. فالإضراب استحق لأنه فعلا هناك خطورة كبيرة على وضع الأسرى وإهانة لكرامتهم ولا بد من التصدي لإجراءات الاحتلال. هذا من جانب. من جانب آخر هذه مش بس معركة للأسرى، معركة لكل الشعب الفلسطيني. يعني دعيني أذكر مثلما نسمي شعب الجزائر شعب المليون شهيد، ربما يجب أن نسمي الشعب الفلسطيني شعب المليون أسير. لأن منذ عام 1967 والاحتلال إسرائيل نفذت 2 مليون عملية اعتقال حتى الآن. هناك 300 أسير طفل، أطفال 14 سنة و 12 سنة و 13 سنة، هناك فتيات قاصرات معتقلات، هناك 500 أسير معتقل إداري، هناك أكثر من 22 أسير يعانوا من السرطان ولا يتلقوا العلاج اللازم. بالتالي هي قضية كل بيت فلسطيني وهي وسيلة لاستنهاض النضال الوطني الفلسطيني أيضا. طيب أنتم يعني كرموز للسياسة الفلسطينية يعني كيف تستثمرون هذه القضية دوليا وإقليميا حتى يعني يلتفت نظر العالم إلى ما يجري حقيقة داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية ومدى التجاوب الذي تلمسونه؟ هل تستشعرون بتجاوب كبير أم بتجاهل يعني بجواز التعبير؟ اولا نحن نريد ان نستثمر هذا الاضراب لاستنهاض المقاومة الشعبية الفلسطينية نفسها والاستنهاض المقاطعة ضد الوضع الاسرائيلية وضد المنتجات الاسرائيلية والاستنهاض حركة المقاطعة عالميا. ثانيا منذ بدأ الاضراب يعني منذ صباح اليوم بدأ هناك اهتمام اعلامي مهم في العالم ولكن حتى الان لم نلمس تحرك دولي. طبعا ربما ما زال الوقت مبكر لكن انا برايي انه الكفاح والاسرى وصمودهم وتضامننا معهم سيفتح الباب لمزيد من التضامن الدولي مع القضيه الفلسطينيه ولمنع تهميش القضيه الفلسطينيه كما يحاول نتنياهو ان يفعل. لكن المهم ان ننتصر في هذه المعركه والا نسمح لنتنياهو بان يواصل تهميش القضيه الوطنيه الفلسطينيه. شكرا جزيلا دكتور مصطفى البرغوثي امين عام المبادره الوطنيه الفلسطينيه متحدثا عبر الهاتف من رام الله.
إذا دكتور مصطفى تحدث عن يعني تردي أو تراجع في الحقوق التي استطاع الأسرى أن يحصلوا عليها من خلال جولات سابقة من الإضراب. مبدئيا هل تعرض على الأسير مثلا لائحة بحقوقه عندما يدخل، ومدى التناقض بين ما يحدث وبين ما ينص عليه القانون الإسرائيلي؟ لا توجد، لا يستلم المعتقل أي تعليمات إلا تعليمات الأمن، ولا توجد حتى توضيح لحقوقه، لأن هناك في نوعين من الاعتقال، في الاعتقالات العسكرية التي تتبع لجيش الاحتلال، وفي الاعتقالات التي تتبع لسلطة السجون الإسرائيلية، هو تابع لجهاز الشرطة أو الشباس يسموها، بالتالي هي جزء آخر. هناك نظامين مطبقين في الاعتقال، الاعتقال العسكري والاعتقال التابع للشرطة، الاثنين يعترض أو يتعرض لهم الفلسطيني. كما أشار الدكتور مصطفى، هناك طبعا الأسير الفلسطيني خلال سلسلة المدال الطويلة كما أشرنا، حدث عن مقارب 50 عاما من سلسلة المدال داخل السجون، هناك محاولة لتغيير وتحقيق الجسد. هذه السجون تحولت خلال فترة صغيرة جدا إلى أكاديميات تعليم، أكاديميات ثورية بكل معنى الكلمة. كل تنظيم يحتوي عناصره يعلمه ويثقفه، والجميع رغم أنه مفصولين كل تنظيم في غرف لوحده أو خيام لوحده، ولكن يعيشوا التجربة الوحدة. وهناك حتى لجان علاقات وطنية يعني لتحسين العلاقات بيننا وبين الفصائل الأخرى، لكن تمكنوا خلال هذه الفترة أن تعيد المعتقل الذي كان مطلوب أن يخرج من المعتقل مكسرا محبطا، يعود للحالة النضالية من جديد بخطط نضالية جديدة برؤية جديدة، بالعكس ويكون قائدا ثوريا جديدا. هذا ما تمكن خلال تجربة النضال من تحقيقه. لكن خلال تجربة الإنسانية، هنا أختلف مع الدكتور مصطفى، أنه الأسرى يخوضون معركة إنسانية لتحقيق مصالح، يعني تحسين ظروف المعيشية، وليس لهم دخل في الوضع السياسي. صحيح أن قضيتهم قد تحرك الحالة السياسية، ولكن مطلوب من الحالة السياسية الخارج حدود المعتقلات أن تكون داعمة لها، ليس أن يحملوا أكثر من جهد، يعني مش مطلوب منهم لا هم أن يحركوا خيار الفلسطين الغائب عنهم. ومعيب أيضا أن يكون هناك حراكا سياسيا على الأسرى منذ عام 93 تحدث عن اتفاق أوسلو، حتى الآن لا زال هناك أسرى لم يطبق عليهم حتى اتفاقية جنيف الرابعة التي تعطيهم حقوقهم داخل وكأسرى حرب، هذا كله غير موجود. لا في أسرى حرب، لا توجد معتقلين مداريين، عددهم بتجاوز 500 أسير. كل هذا الأمر يعني مرعب. ثم أنا يعني أيضا هو معيب للقيادة السياسية أنه في اللحظة اللي تعد في الحركة الأسيرة وهي لا تمتلك إلا أمعاءها الخاوية، لا تمتلك إلا أجسادها، لخوض هذه المعركة تفتح جبهات أزمات داخل قطاع غزة، من ضمنها وقف الرواتب، ثم أزمة الخلاف بين حماس وفتح ليخرج على المشهد مرة أخرى، ونحن نستعد لمعاصرة هؤلاء الأسرى. وهذا الأمر كان محبطا لهم، ولكن أنا أقول لك أن الشعب الفلسطيني تحول رغم كل الألم اللي بيعيشه في غزة على سبيل المثال وفي الضفة القدس، تحولوا جميعهم لدعم هذه الحراك والحركة الوطنية. يعني توحد الفلسطيني بما هذا ما قصده دكتور مصطفى، ولكن أنا أحملهم أكبر من حملهم يعني أنه لفت النظر إلى هذه الأوضاع الصعبة ربما يجيب الفروق يعني. أنا أقول لك وأنا عشت تجربة الاعتقال كما شرط، وفي نفس الوقت كما شرط دكتور مصطفى، هناك مليون فلسطيني عاشوا هذه التجربة، يعني بتحكي عن خمس الشعب الفلسطيني في الداخل عاش هذه التجربة، تحدثنا أنه في 5 مليون فلسطيني في الداخل، خمسهم عاش هذه التجربة، بالتالي كل بيت في أسير فلسطيني، وبالتالي الجميع رغما عنه عندما يشعر هناك حراك للحركة الوطنية الإسرائيلية من جد يعني هو يتضامن مع نفسه. صحيح، لأنه الدكتور مصطفى كمان يعني أشار إلى نقطة مهمة عندما سألته عن تأثير هذا على المجتمع الدولي، قال لابد أن يحرك هذا أولا الشارع الفلسطيني، فهذه نقطة مهمة. كيف يمكن أن يتعاطف المجتمع الدولي مثلا مع مجتمع هو نفسه منقسم على ذاته؟ فهذه نقطة أيضا مهمة، كيف يعني توضح لنا تأثير هذا الانقسام حتى على هذه القضية؟ يعني بالتأكيد الانقسام يعني يرهق الحركة، حتى في إضراب الحركة الوطنية المصرية هو واضح أنه أرهقها، وكما شرحت لك 1500 أسرى، مصر أغلبهم فتح، هم يخوضون الإضراب، كنا نتمنى أن يكون العدد أكبر. هذا يرهق الحركة الوطنية المصرية، لما تأتي الحالة الفلسطينية التي يجب أن تشد أزرها لدعم هذا الحراك، وأن يخرج آلاف الفلسطينيين، مئات الآلاف الفلسطينيين لتضامن معهم. يعني اليوم في الحمد لله في شوية شبكات في الضفة الغربية في اليوم الأول، وأن تشتد هذه يعني بنسميها رفع تكلفة الاحتلال في مواجهات سلمية ولا مش سلمية، سموها شو بدهم يعني
يعني حراك حراك فلسطين والسجين والسجين يعني الأطفال الحجارة هم يحملون حجرة كانوا يرعبوا جيش مدجج بالسلاح وبصوتهم بحجارتهم أسمعوا العالم كله في عام 87 صوتهم فلسطين. الحركة التي تستطيع أن تحرك ذلك وأن تعود الهيبة رغم أنه مش هذا دورهم لكن تستطيع أن تعود الهيبة للقضية الفلسطينية وهذا قد يدفع القادة الفلسطينيين الذين جسدوا هذا الانقسام في حالتنا الفلسطينية أن يخجلوا من ذاتهم. وأقول لك المعيب عليهم في اللحظة التي كانت تستعد للحركة الأسيرة بدأت الأزمات في قطاع غزة تتفجر من جديد ومش وقته زي ما نقول بالفلسطيني مش وقته كان بإمكان أن يؤجل ذلك إلى مرحلة أخرى. لكن الآن الحركة الوطنية الأسيرة تخوض معركة هناك بعض المتضامنين أنا أنحني لبعض الثوار في الجزائر الذين أعلنوا ضرب مفتوح اليوم في الجزائر تضامن مع الأسرى الفلسطينيين بيوم يومين مش مشكلة بس مجرد أن يعلن عن ذلك هذا أمر مهم جدا. أنا أعتقد أنه الوطنيين في كل العالم العربي وفي خارج العالم والوطنيين الحرار في كل العالم سيتضامن ولكن مع الوقت قد أنا أتمنى أن لا تستمر يعني هذه الإضراب طويلا جدا لأنه سيدفع ثمنه أخوتنا وأصدقائنا وأحبابنا في المعتقلات. نتمنى أن لا يستمر ذلك وأن تحقق إنجازاتهم بكل سرعة لكن كل يوم سيزداد حجم الناس التي ستلحق في ركب المتضامنين معهم بدءا من الداخل الفلسطيني الذي يجب أن تخرج المسيرات بأكثر عدد ممكن. والمعنى أنا أقول لك الهم الأكبر على إخوتنا في الضفة الغربية والقدس ليس غزة لأن غزة محاصرة ولا توجد لهم مناطق احتكاك مع الاحتلال لكن الآن هو يستطيع أن يعبر عن ذلك في الضفة الغربية والقدس وأيضا أن يلقي ذلك بدلاله دعما للأسرى الذين يأخذون معركة ويرفع معنوياتهم وفي نفس الوقت يضغط على الاحتلال ويرفع تكلفة الاحتلال في هذه المواجهة. طيب يعني خلينا برضو حضرتك توضح لنا إزاي بتتعامل سلطات الاحتلال مع المضربين مع يعني امتداد فترة الإضراب يعني قلنا أنه مع اليوم الرابع أو الخامس بينقل البعض إلى المستشفيات. طب وبيظل الأمر هكذا ولا بتبدأ سلطات السجون في أن تتفاوض مع المضربين كيف يكون التعامل هنا وكيف يمكن أن ينتهي الإضراب في المدينة؟ يعني المفاوضات تبدأ من اليوم الأول هناك قبل أن يبدأ الإضراب تشكل قيادة في المعتقلات يأخذها عنوان واحد أو اثنين أو خمسة ونتحدث مثلا عن المعتقل الذي يجب أن يعطي القرار النهائي في فضل الإضراب معتقل عسقلان مثلا أو معتقل جنيد أو معتقل جنين أو معتقل نفحة قصدي بالتالي يستطيع أن يعني هم بيبدأوا مع معتقل واحد وبعد ذلك تشكل قيادة للإضراب تشكل قيادة للإضراب نتحدث نحن الأسرى مثلا عن عنوان القيادة مثلا الأخضر وان بغوت على سبيل المثال أو سجن نفحة ما يقرر هو سجن نفحة تلتزم به باقي المعتقلات وبالتالي هذا السجن إن أقر في مفاوضات يعني تمركز القضية لا تستطيع صحيح أن في مطالب لعدة سجون متفرقة لكن هناك عنوان واحد للمفاوضات لتكون الأمر أكثر سهولة بالسبب كما تكون المفاوضات في هذا السجن في سجن محدد وبالتالي له عنوان إطار قيادي الاحتلال يشكل أيضا لجنة للمفاوضات في اليوم الأول تبدأ المفاوضات كما شاءت لك نحن نحدد سقف أعلى للمطالب وسقف أدنى للمطالب نبدأ الحوار في هذا يعني مثلا موضوع إلغاء الإضراب إلغاء الاعتقال الإداري مثلا هذا من ضمن المطالب ندرك أنه صعب التحقيق ولكن يجب أن نرفع من سقف مطالبنا إدخال الموبايلات أيضا أمر في ظل التكنولوجيا صعب أنه يمنح ولكن نرفع من سقف مطالبنا وغيره الكثير من المطالب التي نرفع من سقف مطالبنا لتبدأ حملة المفاوضات. في اليوم الأول تبدأ الاحتلال يفوض في اليوم الثاني يبدأ الاحتلال يراهن على أنه نحن ننتصر ونفك الإضراب يعني في إحدى التجارب تعلم من خدمة الحركة التي استخارت 28 إضرابا مفتوحا عن الطعام جزء منه قصر لأنه تفككت إرادة المحكمة بشر يعني لهم طاقة للتحمل وجزء كبير منهم حقق إنجازات الاحتلال يراهن على ذلك يراهن أن طاقة التحمل لن تطول كثيرا وبالتالي خاصة الجزء منه قد يعاني من أمراضه وهي نفس بشرية لكن الاحتلال يبدأ في اليوم كما شرحت لك الثالث الرابع في الخامس يبدأ عملية الإطعام القسري بالتالي يبقيك على قيد الحياة في إدخال خرطوم كما شرط يدخل مادة البيض واللبن في المعدة لمدة طبعا مرة واحدة أو مرتين يوميا بالتالي فقط وهذا الأمر مرفوض لدى الحركة الوطنية الأسرى لأنه احنا بالنسبة لنا المعركة حياة أو موت يعني لا تراجع عنها لكن يبدأ في عملية أن تطول فترة الإضراب أما فترة الإضراب ستطول لأن أنت عمليا جسدك لم يعد منها كان كما كان لأنه في مادة دخلته بالتالي تستمر الفترة أطول في هذه الفترة تبدأ المفاوضات تأخذ سجال بيننا وبين الاحتلال في هذا مسموح هذا مرفوض لكن بخلال التجارب الطويلة
جزء كبير من هذه الإنجازات حققت. حققت وهل تستمر أم يحدث تراجع؟ يبدأ تراجع بعد فترة من الهدوء، يبدأ معاقبة الأسرة فيسحب منهم مثلا إدخال التلفزيون، يسحب التلفزيون، إدخال الراديو، تسحب الراديو، إدخال الصحف تدريجيا، إلغاء الزيارات كما حدث وكان في زيارتين بالشهر أصبحت زيارة واحدة بالشهر تدريجيا تسحب ذلك، وفي الأعياد كان يسمح لنا بالالتقاء مباشرة مع الأهل ألغي ذلك، وبالتالي يبدأ بسحب هذه الإجازة. الأخير يتحمل وتعود الكرة الأخرى لتحقيق الإنجازات من جديد. نتكلم يا دكتور عن أوضاع المرأة الفلسطينية الأسيرة أو المعتقلة، يعني كيف يتم التعامل مع هذا الملف، لأنه المرأة في مجتمعاتنا العربية الشرقية يعني هناك حساسية كبيرة في التعامل معها، فكيف يتم مراعاة أوضاعها في الداخل إذا كانت أم، إذا كانت حامل، إذا كانت مريضة وما إلى آخره من الأوضاع؟ يعني المرأة الفلسطينية دائما هي زي ما نسميها أخت رجال، وهي فدائية شاركت معنا سنوات النضال الطويلة، وهناك فدائيات بلا المغرب وفاء إدريس وغيره كثير من الفتيات الفلسطينيات الذين تقدموا من الصفوف مثلنا مثلهم، بالعكس في جزء منهم تقدم وقدم رجال في المعارك، جزء وقع بالأسر، يعني في صبايا اعتقلوا منهم حامل وأنجب من داخل المعتقل. هناك معتقلات خاصة جدا لهم، بالعكس يعني المرأة أو الفتاة الأسيرة لها احترام خاص جدا في داخل المجتمع الفلسطيني ولها مقدار كبير جدا، لكن ترى حجم المعنى عندما تكون أم لديها أبناء تعتقل الأمر أكثر صعوبة لدرجة عندما تعتقل زوجته ويترك هو مع الأطفال، هذا الأمر تعاني منه جزء كبير من أو جزء يعني غير كبير من الحالات الفلسطينية تعد على الأصابع التي عانت من ذلك، ولكن الآن نتحدث عن ما يقارب 68 أو 70 أسيرة فلسطينية، جزء منهم ضللوا في صفقة شريط لأنه كان يجب أن نفرج عن كل الأسيرات وهذا كان مطلب، لكن هذا لم يحدث. الإسرائيل أخفت عن تقريبا 18 أسيرة ثم أفرجت عن عدد أفرجت أكثر من 30 أسيرة وبقى 18 أسيرة في حينه في صفقة شريط، وعادة الاعتقال جزء كبير من جدا الآن نتحدث عن قرب 68 أسيرة، جزء منهم أقل من 18 عاما، يعني صبايا لا زالت في عمر الظهور لم تتجاوز 18 عاما موجودة داخل المعتقل، كما أشرت لك نحن كحالة فلسطينية نتعامل معهم حالة ثورية، وبالعكس الفتاة الفلسطينية التي تخرج من المعتقل يتقدم لها الإرسال كما نشاهد بأكثر من الفتاة الأخرى فلما بتعامل معها، يعني هذا لا ليس معيبا يعني أو أنها رمز وهذا غير معيبا لدى الفتاة الفلسطينية بالنسبة لنا، وهي جزء كما أشرت من حالتنا المدنية ولا تمثل ضغطا على أهلها ولا ضغطا على المجتمع، بالعكس يعني تمثل قوة في رؤية. طيب بالنسبة للأطفال من هم تحت السن عددهم قد ايه تقريبا، وهل يسمح لهم مثلا باستكمال التعليم، العلاج، غيره من الحقوق يعني المفروض ان تعطى للأطفال؟ يعني للأسف هناك في ما يقارب 300 أسير فلسطيني دون 18 عاما، وبالتالي جزء منهم جدا للأسف الشديد يعني يحرم من التعليم، بالسابق كان هناك يسمح في تعليم يلتحق بالمدارس ويتقدم للثانوية العامة ثم يسجل بالجامعات العبرية، الجامعة العبرية المفتوحة، وجزء كبير من جدا شباب معتقلين أكملوا دراستهم بها، من ضمن المطالب التي سحبت هذا من ضمن القضايا التي سحبها الاحتلال وتراجع عنها، وبالتالي جزء منهم لا يلتحق إلا بالمدارس إلا من نقول نحن بتعليم داخل المعتقل، تعليم اللغات، تعليم اللغة العربية، تعليم الرياضيات، الاقتصاد، ما تتمكن من مادة أو نتمكن من محاضرين داخل المعتقل أو أساتذة، لأن هذا المعتقل به كل الأطياف، الشعب الفلسطيني يحب يواصل الحفاظ على هذا الجيل من الأطفال للحقوق بالتعليم غير طبعا غير رسمي، ثم عندما يخرج المعتقل من لم يحكم سنوات طويلة يستطيع أن يلتحق بالمدارس، والمدارس تراعي ذلك مباشرة، من كان عمره تجاوز مثلا 17 عاما مباشرة يمكن أن يتقدم للثانوية العامة، هذا الأمر حتى في رسلنا نحن متفاهمين عليه، تجاوز القانون لكن هذا أقل حق لأنه هو تعرض للاعتقال، هو دفع عن جميعنا جميعا، هو جزء من حالة مدنية تقدمنا جميعا الأسيرة، بالتالي يجب أن يحافظ عليه. كان بالسابق كما أشرت لك يسمح بتقديم الثانوية العامة الفلسطينية حسب القوانين ولجنة الإشراف ثم يحق له يلتحق بالجامعة العبرية، نحن طلبنا من حتى من ضمن المطالب أن يسمح للفلسطينيين يعود للتقدم للالتحاق بالمدارس منهم دون الثانوية، ثم يحق لهم بالتقدم لامتحانات الثانوية
ثم يحق لهم التحق بالجامعات الفلسطينية أولا ثم الجامعات الأمريكية لم يتمكن ثانيا. يجب أن يسمح في ذلك. هناك مشكلة جدا. هناك زي أحمد بن ناصر 13 عاما مثلا، هناك 12 عاما معتقلين وجزء منهم يعني يحكم لمؤبدات، بالتالي هو فترة طويلة جدا قد يفرج عنه بعد 20-30 عاما. نتمنى أن يكون يعني تعلم وتمكن حتى يندمج في المجتمع مرة أخرى. يعني سمعت من كثير من الفلسطينيين أنه عندما يأتيهم أمر الاعتقال أنه ده بيكون بالنسبة لهم مفخرة لأنه داخل مدرسة من نوع آخر في النضال. إزاي بيتم داخل السجون والمعتقلات تبادل الخبرات والثقافات وحتى تبادل الكتب؟ يعني سمعت عن تجارب كانت مثمرة إلى حد كبير، أنه الشخص بيدخل وبيخرج صاحب خبرات كبيرة جدا وثقافة عالية من خلال احتكاكه حتى بباقي الفصائل الفلسطينية. كيف يحدث؟ أولا تصحيح لما نحن يعني لا نسعى للاعتقال، يعني من يعتقل هو يكون مشروع شهيد، ولكن يعتقل لأنه لم يكتب له الشهادة فيتم التعرض للاعتقال. صحيح. يعني أنا أقصد إنه يعني لا مدرسة من نوع آخر، يعني نضال من نوع آخر. حتى المشاهدين لا يأخذوا إن إحنا نسعى للتعرض للاعتقال، نحن نسعى أن نكون دائما نتحدث أن الأسير مشروع شهادة مؤقتة، يعني شهيد مع وقف التنفيذ، بالتالي نتعرض للاعتقال بدل من الشهادة، وبالتالي تضبط قبل أن تنفذ عملية، تضبط بعد تنفيذ عملية، تضبط مجرد الوشاية، بالتالي تتم عملية الاعتقال. داخل المعتقلات نحن حتى لا يعني لا تبحثون عن العمل الوطني؟ لا، ولا ستحقق نظرية موشي دوان عندما تحدث عن أنه سنحولهم من كانوا يصنعون أو يستخدمون أيديهم لإطلاق النار علينا ليصنعون يعني مواد غذائية لنا ودبابات وعربيات والأخير. كان كذلك يفكر، فاحنا قررنا أن نعيد هذا الشاب الفلسطيني وهذا الرجل الفلسطيني وهذه المرأة الفلسطينية وهذا الطفل الفلسطيني ليكون قائدا ثوريا مرة أخرى ويقارع الاحتلال بأكثر وأوجع. كما أشرت أنت خلال حديثه، يتم في الفترة الأولى للاعتقال فترة التحقيق، وهي أقصى فترة يتم التعرض بها بدءا من الضرب والتعذيب النفسي والأخير، ثم تبدأ مرحلة أخرى بعد التحقيق، مرحلة انتظار المحاكمة، ثم مرحلة المحاكمة حكم حسب الفترة سنة سنتين 10 مليون. تحاكم طبعا، تعرف أنه حتى هذه اللحظة قانون الإعدام موقف في إسرائيل، بالتالي فترة مؤبدات متكررة كما يحدث مع الأخ مروان بربوطي 20 مؤبد مثلا، هو كم سنة يعيش. بالتالي تبدأ خلال فترة المعتقل أن نعيد صياغة كل من تستطيع أن تتعلم لغات مختلفة بدلا من الفرنسية العبرية الإنجليزية لما ما عرضت من لغات. نحن نركز في بداية على نسميها التعبئة الثورية، كل فصيل له رؤيته، نتحدث فتح لها رؤيتنا كفتحة وتحدث لك لما رؤيتنا في تعبئة وطنية خالصة لهذا الشبل، إعادة تعبئة وطنية ثم تعبئة فتحويا يكون كادرا فتحويا، ثم بعد ذلك نبدأ في الثقافة العامة، يعني تبدأ تعبئة وطنية، تعبئة حركية أو ما يخص حركة فتح، ثم تعبئة ثقافة عامة، من يريد أن يقرأ عن الاقتصاد السياسي يقرأ، نقوم بتثقيف، ثم هناك دورات خاصة تنشئها. يعني بالأقدار بالعادة هناك تكون دكتور من الجامعة موجود، يكون كادر عنده سنوات من التجربة قرأ مئات الكتب. هناك فرصة أن تقرأ، يعني هناك في مكتبات جزء كبير من هذه المكتبات كتبت، يعني أبو علي الشيخ رحمه الله وقائد فتحاوي كتب عدة كتب من وحي أفكاره بعصف فكري كان يخرج لنا كتبا، هذه تدرس لأجيال، جزء منه تبادل بتجربة حفظ كتب، جزء منه تمكن من تهريب بعض الكتب عبر كبسولات تكبسل وتلف بشكل يعني بكتابة صغيرة جدا وصفحة تكون عن 50 صفحة مثلا، ويتم نقلها من سجل لسجن لإعادة التثقيف قبل طبعا، لأنه إن أردت أن الاحتلال أن أحضر لك كتبا فهو يحضر كتب تفريغية، هذه كانت لا تهمنا، بالتالي نقوم ببناء جيل قادر بدءا من كما شرط من الحالة الوطنية إلى الحالة الحركية ثم إلى الحالة العامة ليكون جزء من هذا المجتمع. وبالعكس كل من عاش داخل تجربة الاعتقال هو خرج بأقل تقدير لديه مقدرة ثقافية وعلمية عالية جدا. صحيح. هذا هو ما قصدته في النهاية. بالضبط. نحن كنا نتسابق على سبيل المثال، نتسابق من يقرأ كتبا أكثر. عملية عصف ذهني يعني حتى لا تهدأ أيضا وتيرة الإحساس بأهمية النضال الوطني
تظل هذه الجوله مشتعله بدور في السجون الاسرائيليه. نتمنى طبعا لحركه الاسرى الفلسطينيين ان تؤتي ثمارها بعد هذا الاضراب الذي بداته اليوم. ونعول ايضا على مشاركه اسرى حركه حماس كما ذكرت ربما في اليوم الثاني او الثالث. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور ايمن الراقب استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس على وجودك معنا في هذا اليوم وعلى شرحك الكثير من التفاصيل المتعلقه بحياه الاسرى المعتقلين داخل السجون. شكرا جزيلا. نشكركم ايضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقه من المشهد، والى اللقاء.